اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن ازاي تتصرف لو اتشكيت بالسرنجه او بمشرط مكان حد تاني. لو انت دكتور او ممرض او بتشتغل اي شغلانه في مستشفى وتشكيت بالسرنجه مكان شخص تاني، تتصرف ازاي؟ طبعا انت في الموضوع ده بتكون خايف انه يكون اتنقل لك عدوى من هذا الشخص، وخصوصا التيتانوس، فيروس بي، فيروس سي والايدز. فانت تتصرف ازاي في الموضوع ده؟ اول حاجة اغسل مكان الشكة بالمية والصابون، وما تعصرش مكان الشكة، لان هما لقوا ان التعصير ده ممكن يزود فرص انتقال العدوى. لو الجرح كبير شوية، مثلا جرح مشرط او حاجة، طهره واغسله بمحلول ملح، وطبعا تبلغ مكافحة العدوى عندك في المستشفى وفي المديرية. بعد كده لو الشخص موجود اللي هو صاحب السرنجة الاول، اللي هو تشك بالسرنجة اول مرة لو موجود، فاحنا في الحالة دي بنعمل له تحليل فيروس سي وفيروس بي وفيروس الايدز طبعا بعد موافقته، وتعمل لنفسك نفس التحاليل بالظبط عشان تشوف في الاساس هل انت عندك الحاجات دي ولا لا. طيب انت لقيت الشخص ده وعملت له فعلا التحاليل دي وطلعت كلها سلبية والحمد لله، يبقى في الحالة دي انت مطالب انك تتعامل بس مع التيتانوس زي ما هنقول بعد شوية. طيب نفرض ان الشخص الاول صاحب السرنجة او صاحب المشرط ما وافقش يعمل التحاليل او مشي وانت ما شفتوش، في الحالة دي بقى بتتصرف ازاي؟ اول حاجة هنتكلم عليها هي التيتانوس. التيتانوس في كل الاحوال بتشوف على حسب حالتك انت ايه. مثلا لو الشخص اللي تشك بعد الشخص الاول كان طفل وعمره اقل من 5 سنين، فده ما بياخدش حاجة لانه واخد تطعيماته عادي في التطعيمات الاجبارية. طيب لو كان من 5 ل10 سنين بنديله جرعة توكسيد واحدة فقط منشطة. طيب لو كان اكتر من 10 سنين، في الحالة دي بنديله مصل التيتانوس بالاضافة الى لقاح التيتانوس 3 جرعات اللي هو التوكسيد بين كل جرعة وجرعة شهر. بالنسبة لفيروس سي فهو نسبة انتقاله من شكة مكان شخص مريض 2%، وللأسف ملوش اي وقاية تقدر تعملها. كل اللي تقدر تعمله انك تعمل تحليل لنفسك في الوقت الحالي، تشوف انت اصلا عندك ولا لا، وتعيد التحليل بعد 3 شهور وبعد 6 شهور عشان تشوف فيه اصابة فتاخد علاج ولا لا. اما بالنسبة لفيروس بي واللي ممكن يتنقل بنسبة من 6 ل30%، فده على حسب حالتك انت. انت المفروض شغال في مستشفى، فالمفروض واخد تطعيمات لفيروس بي. فلو انت واخد التطعيمات دي وعامل التحليل اللي بيبين ان جسمك استجاب للتطعيم اللي هو التحليل ده ونسبته طلعت اكتر من 10، يبقى في الحالة دي انت متطعم وجسمك عنده مناعة وما تاخدش اي حاجة خالص. اما لو انت متطعم لكن ما عملتش التحليل ده وما تعرفش اذا كان جسمك استجاب للتطعيم ولا لا، في الحالة دي تاخد على طول مصل لفيروس بي وتعمل التحليل ده. اذا طلعت نتيجة التحليل اكتر من 10، يبقى انت كده خلاص عندك مناعة وبنكتفي بهذا. اما لو طلعت اقل من 10، معنى كده ان جسمك لسه محتاج جرعة اخرى منشطة للتطعيم. اما اذا كنت مش مطعم خالص، او مثلا شخص في الشارع اتشك بسرنجة مكان حد، في الحالة دي انت بتاخد مصل لفيروس بي فورا اللي هو الاميونوجلوبولين، بالاضافة انك تبدأ التطعيم فورا اللي هو ال3 جرعات، تاخد جرعة حالا وبعد شهر تاخد جرعة وبعد 5 شهور تاخد كمان جرعة. اما بالنسبة للـ HIV او فيروس المسؤول عن الايدز، ده بقى لازم تركز معانا شوية. في حاجة اسمها اكسبوجر كود وحاجة اسمها HIV ستيتس كود، يعني احنا بنعمل نظام كده عشان نشوف انت هتاخد الادوية المضادة للفيروس ولا لا، لان الادوية دي ليها اثار جانبية كتيرة وليها توكسيست كبيرة، فمش كل واحد تشك هيدوله الادوية دي. فاحنا بنعمل زي ما قلنا اكسبوجر كود و HIV ستيتس كود. اكسبوجر كود بمعنى يعني انت لو اتعرضت لسوائل من جسم المصاب او دم او لعاب بسرنجة صغيرة او بخدش بسيط في الجلد، في الحالة دي بيبقى ده كود واحد. طيب انت لو تعرضت بسرنجة حجمها كبير او جرح بمشرط كبير، في الحالة دي بيبقى الكود 2. اما لو اتنقل لك دم، ففي الحالة دي الكود بتاع الاكسبوجر او التعرض بيبقى 3. ده اول حاجة اللي هو الكود بتاع الاكسبوجر. بعد كده الكود بتاع الـ HIV status، بمعنى العيان الاساسي، الشخص الاساسي بتاع السرنجة ده عنده ايدز ولا لا وحالته ايه. فلو الشخص نفسه مش معروف، فاحنا بنقول ان الكود بتاعه مش معروف، يبقى الـ HIV status مش معروف. طيب هو لو عنده فعلا الفيروس لكنه الفيرال لود بتاعه قليل وما عندوش اي اعراض والCD4 بتاعه عالي، في الحالة دي بياخد كود رقم 1. اما لو الشخص الاساسي خالص عنده الفيروس والفيرال لود بتاعه عالي وعنده اعراض والCD4 بتاعه قليل، في الحالة دي بياخد كود رقم 2. فاحنا بعد كده بنوصل ده بده،
يعني مثلا لو الاكسبوجر كود رقم واحد مع الـ HIV status رقم واحد، ففي الحالة دي انت ما بتاخدش اي ادوية، لان هم لقوا ان فرص انتقال الفيروس في الوضع ده بيبقى نادر جدا، ولقوا ان الاعراض الجانبية للادوية هتكون ضارة ليك اكتر ما هتنفعك. اما لو الاكسبوجر كود رقم واحد لكن الـ HIV status رقم اتنين، في الحالة دي هتاخد الادوية. وكمان لو الاكسبوجر كود رقم اتنين والـ HIV status رقم واحد، برضو هتاخد الادوية. ولو الاكسبوجر كود رقم 2 والـ HIV status رقم 2، برضو هتاخد الأدوية. لو الاكسبوجر كود رقم 3 والـ HIV status رقم 1 أو 2، هتاخد الأدوية. لو الاكسبوجر كود رقم 2 أو 3 والـ HIV status unknown، يعني صاحبه مش معروف، برضو هتاخد الأدوية. لكن لو الاكسبوجر كود رقم 1 والـ HIV status unknown، مش هتاخد الأدوية. طبعا لو عملنا الموضوع ده وقررت انك هتاخد الأدوية، يبقى لازم ده فورا وفي أقل من 72 ساعة تكون بادئ العلاج، اللي بيتكون غالبا من 3 أدوية، اللي هما تيروفافير 300 ميليجرام بير داي، امتريستابين 200 ميليجرام بير داي، ورالتيجرافير 400 ميليجرام مرتين في اليوم، أو البديل بتاعه دوليوتيجرافير 50 ميليجرام في اليوم. وطبعا لو هتاخد الأدوية اللي بتقتل الفيروس دي، لازم تعمل شوية تحاليل، يعني لو واحدة ست تعمل بريجنانسي تيست، اختبار حمل، ست او راجل بقى يعمل صورة دم كاملة، وظائف كلى، وتحليل بول، وتوتال بلوروبين، وALT وAST. يعني في النهاية لو اتشكيت بسرنجة في مكان حد، انت بتخاف من 4 امراض، يا اما تيتانوس، فيروس سي، فيروس بي، الايدز. التيتانوس بتمشي معاه زي اي جرح بالظبط، على حسب انت واخد تطعيماتك امتى واخر جرعه خدتها امتى وهكذا. فيروس سي ما بتعملوش حاجه خالص. فيروس بي على حسب حالتك المناعيه برضو، انت واخد التطعيمات وجسمك فعلا اميون، فعلا عندك مناعه، يبقى مش هتاخد حاجه. انت واخد التطعيمات وما تعرفش، يبقى تاخد المصل وتعمل التحليل وتشوف انت اميون ولا لا، لانك لو مش اميون تاخد جرعه منشطه من اللقاح. لو انت مش مطعم اصلا، يبقى تاخد المصل وتبدا التطعيم فورا. بالنسبه للايدز قلنا بنعمل حاجتين كده، اكسبوجر كود و HIV status كود، حالة المريض الاول، ونوصل كل كود بالتاني ونشوف على اساسهم هتاخد الادوية اللي تقتل الفيروس اللي هو الـ HIV ده ولا لا. وفي النهاية احب اشكركم، اشتركوا في القناة، اعمل لايك وشير، شكرا لكم.